في اخبار كده لما بتقراها الحقيقه بتحس انك انت لازم يعني ضروري جدا جدا تتوقف عندها. وصحيح انه بعض هذه الاخبار عندما تتوقف عندها بتشعر احيانا ببعض الاحباط، لانك بتقول اذا كان العالم مقدر نعمه كبيره قوي عندنا او كنز كبير قوي عندنا هنا في مصر واحنا مش مقدرينه، او على مدار سنوات طويله ما كناش بنقدره. لكن برضو في كل الاحوال لازم ننظر الامور بشكل ايجابي وبشكل يبعث الامل علينا، ودايما نقول انه العبره بشغلنا النهارده اللي هيصب ان شاء الله في الشكل العام لينا ولحياتنا ولبلدنا بكره باذن الله. ليه بقول المقدمه دي؟ لأنه الحقيقة المتحف البريطاني أطلق قاعدة بيانات للأثار المصرية والنوبية، يعني زي ما بنقول كده قاعدة بيانات للمواطنين مثلا، داتابيز للمواطنين. المتحف البريطاني بقى عمل قاعدة بيانات للأثار المصرية والنوبية، كان أخذ منحة حكومية من الحكومة البريطانية هناك حوالي 1,000,000 جنيه استرليني تقريبا. الخبر ده ممكن بالنسبة لناس كتيرة جدا يبقى خبر عادي، ويمكن اصلا حتى ما يهتمش بيه، ويمكن يقول ايه المشكله يعني لما يعمل داتابيز او قاعده بيانات للاثار المصريه. لكن الحقيقه انه هذا الخبر بكل الاشكال هو قطعا خبر مهم جدا، لانه جاي في وقت الدوله المصريه فيه بتستعد لافتتاح المتحف الكبير بالهرم، واحنا بقالنا كتير مستنيين ان شاء الله الافتتاح بكل بقى بشكله الرسمي وانطلاق العمل بيه، ومستنيين نعرف هيكون مردوده قد ايه على السياحه ان شاء الله، وقد ايه نقدر نسوق له بره وما الى ذلك. والحقيقه انه كانت بعض ردود المسؤولين في الماضي انه احنا عندنا الاف القطع الاثريه غير مسجله، وان احنا عندنا صعوبه عرض جميع الاثار وتخزينها في اماكن ومخازن للاسف الشديد اقل ما توصف بيه بانها غير امنه، يعني هي اصلا مش مهيئه لتخزين هذه الاثار. انا يمكن يكون عندي مش تحفظ بس يمكن الفت نظر حضراتكم انه كلمه الاف القطع الاثريه دي، في ناس تانية ممكن تقول لك الاف ايه اللي بتتكلموا فيها، دي مئات الالاف من القطع الاثريه. وفي ناس حتى يعني في دردشة كده النهاردة مع بعض الزملاء والأصدقاء بنتكلم على موضوع الأثار والمتحف البريطاني عمل إيه. الحقيقة إن في ناس كتيرة حتى من المواطنين المصريين العاديين بيقولوا مصر عايمة على كنوز كثيرة جدا من الأثار كتير جدا لم يكتشف حتى الآن. الخطوة اللي قام بيها المتحف البريطاني وفقا لتقرير كشفت عنه صحيفة أنتيك جازات البريطانية، بيقول إيه؟ إنه قاعدة البيانات دي هتركز على الآثار من مصر، لكن من المتوقع إنها هتتوسع في نهاية المطاف لتشمل قطع أثرية من مناطق أخرى. يعني هي البداية عندهم هتبقى من القطع الأثرية في مصر، بعد كده ممكن بقى يروحوا لمناطق تانية. المشروع طبعا هيشمل آثار متداولة في سوق الفن الدولي، مجموعات خاصة مثلا، أي حد في العالم عنده قطعة أثرية ممكن يعرضها هناك، وهم يقيموها طبعا عن طريق لجان وخبراء ويشوفوا إذا كانوا هيضموها لقاعدة البيانات دي ولا لا وما إلى ذلك. المشروع ده بالنسبة لناس كتيرة ممكن تبقى عارفة حجم السرقات الكثيرة للأسف الشديد والإهمال وحاجات كتيرة قوي احنا غلطنا في حق آثارنا فيها عن طريقها، ناس كتيرة جدا ممكن تشوف هذا المشروع قاعدة البيانات من المتحف البريطاني انها وسيلة او رادع للنهب وأنشطة كتيرة جدا غير مشروعة. التنقيب بقى عن الآثار اللي حضراتكم عارفينه، الناس اللي تحت بيوتها في آثار بتقعد تطلع الآثار وتبيعها، الناس اللي بتهرب، الناس اللي كانت بتشترك في التهريب، الوسيط اللي في النص، حاجات كتيرة جدا غير مشروعة. نرجع لمتحف البريطاني عشان نتكلم بإيجابية أكتر. المتحف البريطاني أكد أنه قاعدة البيانات دي هتخلي سوق الفن، هم بيسموه الفن على فكرة، هم كلامهم عن الآثار ده مش كلام عن الماضي بس والتاريخ وكده، ده نوع من أنواع الفنون بالنسبة لهم، أنه المتحف ده هيكون أو هيجعل هذه الآثار وهذه الفنون أكثر شفافية وأكثر قانونية، وأنه في فريق متمركز في المتحف هيشرف هذا الفريق الاكسبرت طبعا او الفريق المتخصص على تطوير قاعده البيانات، وهيوفر التدريب كمان على راس العمل والمعدات لموظفي الاثار. منين؟ من وزاره الاثار المصريه، يعني هيتم الاستعانه بخبراء مصريين من وزاره الاثار المصريه يتعاملوا مع البرامج بقى الكتيره، كل حاجه طبعا هتبقى كمبيوترايزد، كل حاجه هتبقى عن طريق الكمبيوتر، فيعني سيستم السيستم ما فيهاش كلام. في ناس كتيره هتتعلم على
او هتتعلم، بنتكلم على حوالي 12,000 متدرب تقريبا هيتعلموا كيفيه توثيق الاثار على برامج التدريب لمده 6 شهور تقريبا. دي برامج التدريب. المشروع ده مهم جدا، بيدي الاولويه لتوثيق الاثار والمقتنيات اللي شوهدت في سوق الاثار من 1970. وعلى فكره 1970 ده كانت هي السنه اللي بدا فيها سريان اتفاقيه اليونسكو المتعلقه بالحفاظ على الاثار لمنع الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافيه. الحقيقه انه الموضوع مهم جدا، ويمكن اربطه